معركة استعادة الحديدة تزداد وطأة. الأنباء الواردة من المدينة تشير إلى اتساع نطاق المواجهات في معظم مناطق المدخل الشرقي للمدينة وجنوبها الغربي، في وقت يواصل فيه طيران التحالف استهداف مواقع وآليات الحوثيين في أنحاء المدينة. المعارك تأخذ في جانب منها إيقاع الكر والفر، لكن تقدما لا يمكن إنكاره يتحقق من جانب القوات الحكومية التي تمكنت من قطع الطريق الرئيسي الذي يصل مركز مدينة الحديدة بمحافظتي صنعاء وتعز. قيادات عسكرية أكدت في تصريحات ميدانية سيطرة القوات الحكومية على معظم المدخل الشرقي لمدينة الحديدة، فيما لا تزال المواجهات تدور حاليا بهدف استكمال السيطرة على منطقة الكيلو 16 وتأمين القوات الحكومية التي تتقدم باتجاه مركز مدينة الحديدة. الذي حققناه في مدينة الحديدة وهو السيطرة على كيلو 16 مرورا بكيلو 8، ونحن الآن على مشارف المدينة وعلى مشارف شوارع مدينة الحديدة. يأتي ذلك فيما احتدمت خلال الساعات الماضية المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي في عدد من الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة الحديدة، تزامنا مع تمشيط الأباتشي لمواقع الميليشيات الحوثية. وبحسب الأنباء الواردة من ساحة القتال في المدينة ومحيطها، فإن قوات الحكومة تحقق تقدما باتجاه جامعة الحديدة والسجن المركزي وحي الربصة وهيئة تطوير تهامة جنوب المدينة، وأن أضرارا كبيرة سجلت في الجامعة جراء هذه المعارك. لا تتوفر إحصاءات بشأن الخسائر العسكرية للمتقاتلين، لكن مصادر القوات الحكومية تؤكد سقوط العشرات من مقاتلي ميليشيا الحوثي، فيما سجلت إصابات في صفوف القوات الحكومية. وفي الآن ذاته، بفضل من الله تمكن قوات العمالقة اليوم من اختراق صفوف ميليشيات الحوثي ووصلت إلى خط الإسفلت في كل عشرة باتجاه كيلو 16. تواصل الفرق الفنية التابعة للقوات المسلحة عمليات نزع الألغام في عدد من المناطق التي تمت استعادتها. يبدو أن استعادة مدينة الحديدة ومينائها مسألة وقت فقط، لكن دون تحقيق هذا الهدف لا يزال يوجد العديد من الصعوبات، أسوأها سيناريو القتال في وسط المدينة وتفاقم الوضع الإنساني الحاد الذي يعاني منه سكان الحديدة.